تاجي حجابي ذو الجمال السادر أزهو به بسعادة وتفاخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره. وبمثل هذا النص الداعي للحشمة والستر قال الإمام أحمد وابن القيم: لا تحسبوني في الحجاب رهينة، إن الحجاب مشرع لحرائري، حريتي في أن أصون من الأذى جسمي، فأدفع كل طرف غير